مساء البركة. حد مشتاق لحضور الرب؟ ارفع ايدك معايا كده وقول للرب افتح هذه السماء علينا النهارده يا رب. تيجي نقف مع بعض نعظم الرب كده الحاضر وسط تسبيحات صهيون، والساكن وسط تسبيحات اورشليم، وسط تسبيحات شعبه. هللويا للجالس على العرش، هللويا هللويا هللويا. عباده حيه كما من الرب الروح، عبادة طليق كما بملك، ملك ملوك، رب أرباب، سيد الأرض كلها، يسوع. وزع حمل الله الذي يرفع خطية العالم ساكن وسطك يا كنيسة الرب، ساكن وسط شعبه، ساكن، هو الساكن، ساكن في نار أبدية بنار الروح القدس يسكن. نعبد عبادة حية مقدسة مرفوعة، ذبيحة كاملة. أوثقوا الذبيحة بربط إلى قرون المذبح. هللويا هللويا. نرفعك فوق الجميع وحدك ملك عظيم، أرفعك فوق كل الأرض، كل الأرض، وأنا إليك أسجد فوق الجميع وحدك ملك عظيم، ارفع إلى خلاصك، أرفعك فوق كل أسجد في خشوع ديك كل المجد والكرامة، ارفع ايدك بارك الرب، ارفع يداي نحوك وأسبح اسمك، اهديك كل المجد هللويا والكرامة، أرفع يداي نحوك وأسبح اسمك، أنت عظيم ليس مثلك يا رب، تصنع العجائب، تصنع العجائب، أنت عظيم، عظم الرب مثلك يا تستطيع كل شيء، تستطيع كل شيء، أهديك كل المجد، أهديك كل المجد والكرامة، أرفع يداي نحوك وأسبح اسمك، أهديك كل المجد والكرامة، أرفع يداي نحوك وأسبح اسمك، أنت عظيم ليس مثلك يا رب، تصنع العجائب، تصنع العجائب، أنت عظيم، أنت عظيم ليس مثلك يا رب، تستطيع كل شيء، تستطيع كل شيء، ما
مجدا للحمام هو ذا حمل الله مجدا هللويا نحن نسبحك ونسجد لاسمك يا من له كل المجد والآن لك نهدي كل الحياة كل أهدي لك كل حياتي وكل ما في داخلي وكل ما في قلبي روحا ونفسا وجسدا وحدك مستحق هللويا 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 للحمل المقام هللويا للخروف المسبوح شاور عليه هو داخل كده وقال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم شاور عليه قل له أنت لك كل المجد خروف قائم كأنه مذبوح هللويا هللويا عظم الرب افتح فمك قول هللويا 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 للجالس وسط التسبيح هللويا للساكن بحضوره وسط تسبيحات شعبه هللويا ادخلوا لقدسك اترجى وجهك طالبا حضور روحك نعم انت الهي انت الهي ملجئي وصخرة خلاصي مما أخاف أدخل لقدسك أدخل لقدسك أترجى وجهك طالبا حضور روحك ملجئي وصخرة خلاصي مما أخاف يلا قوله فتعال بروحك فتعال بروحك أبصر مجدك يلا نعلن الآن هو يعطيك كل شفاء النهاردة الآن أنهار مياه لنا حياة بروحك الآن سلطان الله لنا شفاء بيدك من قوة الروح القدس أنهار مياه هللويا لنا حياة بروحك ربي أنت نهر ربي أنت نهر يفيض بالحب تثمر فيا فرحا أنت سلامي أنت سلامي فيك أماني ليلى
سواك يا الله. ربي أنت نهر، ربي أنت نهر يفيض بالحب، تثمر فيا فرحا. أنت سلامي، أنت سلامي، أماني ليس لي سواك يا الله. يلا قول رب فتعالى، فتعالى بروحك أبصر مجدك. يلا نعلن الآن، الآن سلطان الله لا ناشفا من يدك. الحامل المسبوح الجالس عن يمين الآب، لك المجد والسلطان. يا يلا شاور على رب، أنت الحامل المسبوح، أنت الحامل المسبوح الجالس عن يمين الآب، لك المجد والسلطان يا يسوع. يلا شعب رب قولوا يسوع، يا يسوع يا يسوع يا يسوع يا يسوع يا يسوع. الاسم الأعظم يسوع المسيح، يسوع يا يسوع. اسمك عالي، اسمك عالي فوق الكل، فوق كل ذي سلطان. ليس لعظمتك استقصاء، اسمك عالي فوق الكل، فوق كل ذي سلطان. ليس لعظمتك استقصاء. يسوع يا يسوع، انت حالي بإيمانك النهاردة، وانت مليان بالإيمان. يا يسوع يا يسوع يا يسوع يا يسوع يا يسوع يا يسوع يا رفع قلبك كده انده، قول يسوع يسوع. حتى لو داخل مش قادر تصلي قول يسوع، حتى لو داخل تقيل في تقل في حياتك، لو جايب التقل ده من بره وانت داخل كده قول يسوع هتتفك، قول يسوع روحك تتفك، قول يسوع جسمك يتفك، روحك تنتعش، نفسيتك تتفك في محضر الرب باسم يسوع. عند اعلان اسمي، عند اعلان اسم يسوع يحدث الكثير والكثير والكثير في محضره، وأنت داخل العرش، وأنت تحت السيادة، وأنت تحت المسحة، وأنت تحت السلطان، وأنت تحت يد الروح القدس. فقط ارفع قلبك وقول يسوع هو مستحق. يسوع كرامة ومجد لإسمك، خد مساحتك وسطينا، خذ راحتك وسطينا. هللويا هللويا هللويا، مستحق كرامة ومجد لي. انت الملك الوحيد، اعلن ملكك لينا يزيد، وعلى حساب ليس بدم طيوس وعجول بل بدم راس يتكلم افضل من هابيل. تعال نقف نعظم الدم الحمل. هللويا. انت الملك الوحيد، اعلن ملكك لينا يزيد،
وعلى حساب دم الصليب على إبليس النصر أكيد. بالهتافات والتسبيحات داخلين حروبنا منتصرين، وبأغنيات رافعين رايات، رايات النصرة بقلبين. بالهتافات داخلين حروبنا منتصرين، وبأغنيات رافعين رايات، رايات النصرة بقلب. يرفع اسمه، نرفع اسمك يا ابن الله، ده بسلطانك لينا حياة، طحنا لاسمك كل جباه، تسبيحك من كل شفاه. نرفع اسمك يا ابن الله، ده بسلطانك لينا حياة، طحنا لاسمك كل جباه، تسبيحك من كل. يلا شعب الرب يهتف بالهتافات والتسبيحات، داخلين حروبنا منتصرين، وبأغنيات رافعين، ارفع راية نصرة، رايات النصرة بقلبين. بالهتافات داخلين حروبنا، وبأغنيات رافعين رايات، رايات النصرة بقلبين. ليك القوة والسلطان، ليك بنزع كل الألحان، وبروحك نرفع أنغام، اسمك يعلى في كل مكان. ليك القوة والسلطان، ليك بنزيع كل الألحان، وبروحك نرفع أنغام، اسمك يعلى في كل مكان. بالهتافات والتسبيحات منتصرين، وبأغنيات رافعين رايات، رايات النصرة بقلبي. نفسي واحد واقف كده، وانت واقف ارفع ايدك كده، قول ارفع راية نصرة، راية قوة، راية سلطان يسوع المسيح، راية نصرة يسوع المسيح، راية غلبة يسوع المسيح، راية القوة، راية السلطان، راية فتحت السماء. دخل مرة واحدة إلى الأقداس بدمه فوجد فداء أبديا. سيب العالم برا يقدم اللي يقدمه، اللي يقدم حاجة يقدمها، أنت مدفوع فيك تمن مش موجود في الأرض، مش موجود في الكوكب ده، مش معروف لدى البشر. ما سمعتش حد قال هللويا، ارفع ايدك وقول هللويا. انا مدفوع فيا ثمن غالي، انا مدفوع فيا ثمن غالي، ثمن يسوع المسيح. هللويا هللويا. ندخل لحجاله، نشبع بجماله، نهدي لجلاله أحلى الأناشيد، يملانا نوره، يغمر نصروره، نهتف في حضوره حمد وتمجيد. قولوا هللويا 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 هللويا، حمد وتمجيد هللويا، حمد وتمجيد هللويا. يلا قول بقلوب فرحانة، بقلوب فرحانة، بنعلي غنانا لاسم اللي فدانا، نرفع تسبيح طول أوتار، عضوي مزمار، غنوا الأشعار لاسم المسيح. قولوا هللويا هللو، مستحق، قولوا هللويا هللويا هللويا،
لاسم المسيح هللويا، لاسم المسيح هللويا. مين زي إلهنا؟ مين زي إلهنا لمقامه رفعنا؟ هللويا. في السماويات بقى هو فرحنا وهدف أهدافنا، ومعاه بعيوننا هنشوف آيات. قولوا هللويا هللويا، قولوا هللويا 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 هللويا، هنشوف آيات هللويا، هنشوف آيات هللويا. مجدا ليك، مجدا لاسمك يا عجيب، شكرا ليك، عملك في حياتنا رهيب، نسجد ليك رافعين رايه الصليب. يا عجيب يا ابن الله، قول وحدك، وحدك صانع عجايب، ولا حاجه تقوى عليك، انت رب القوات، تفتح عينين الاعمى وتقوم الاموات، وتهدي البحر بكلمه. يا عجيب مجدا ليك، مجدا لاسمك يا عجيب، شكرا ليك، عملك في حياتنا رهيب، نسجد ليك رافعين رايه الصليب. يا عجيب يا ابن الله، احنا بنعلن، احنا بنعلن ايماننا وثقتنا يا رب فيك، وناقشنا على كفيك يا راعي انفسنا الصالح، كل اتكلنا عليك يتبعنا خير ورحمه. يا عجيب مجدا ليك، مجدا لاسمك يا عجيب، شكرا ليك، عملك في حياتنا رهيب، نسجد ليك. يا عجيب يا ابن الله، مستنين حضورك في بلادنا بالإيمان، تملى أراضينا بنورك يا صاحب السلطان، خلي حياتنا شهادة الملكوت ابن الإنسان، وارسلنا فعلا في كرمك. يا عجيب مجدا ليك، مجدا لاسمك يا عجيب، شكرا ليك، نسجد ليك رافعين رايه الصليب. يا عجيب يا ابن الله. اتفضل استريح. حد فخور زي ما انا حاسس ان انا فخور؟ حد اتمشى في شوارعها النهارده وشاف اللي بيحصل؟ انا فخور ان لينا اله عظيم، حي الملك وعظم رئيس ملوك الارض، يسوع المسيح الحمل المذبوح. قول له انا فخور بيك، احنا فخورين بيك، فخورين ان انت فتحت لينا الباب ودخلنا، ندخل ونخرج ونجد مرعى. غمض عينك وقول للرب ممتن، قلبي ممتن ان انت فتحت لينا الباب ندخل. هللويا هللويا. هللويا كرامة ومجد ليك، ممجد صانع العظائم العجائب وحدك. مستحق اقترب من عرشك، نسكب قلوبنا، نتضع أمامك، نطلب حضورك. أقترب من عرشك، نسكب قلوبنا، نتضع أمامك، نطلب حضورك. ألا تعود؟ ألا تعود أنت فتحنا، أشعل قلوبنا كي نحيا لمجدك. ألا تعود أنت؟
ألا تعود أنت فتحينا؟ أشع القلوب، إلهب قلوبنا كي نحيا لمجدك. هللويا هلم يا روح الله تعال كرياح العاصفة، هلم يا روح الله تعال كرياح العاصفة. هل تحيا هذه العظام؟ احييها بروحك، من شعبك وابدأ فيا أنا. تحيا هذه العظام احييها بروحك، هيا انهض شعبك وابدأ فيا أنا. العالم سيمضي وشهواته تزوه، احفظنا من طرقه فلا نحيا في فتور. العالم سيمضي وشهواته تزوه، احفظنا من طرقه فلا نحيا في فتور. اسبي قلوبنا املأنا بحبك، حبا للخطاة يا رب نحب بعض بجد. اسبي اسبي قلوبنا املأنا بحبك، حبا للخطاة حبا لبعض. يلا قول بإيمان نرفض، نرفض حب العالم لن نحيا لذاتنا، نرفض حب العالم لن نحيا لذاتنا. هل تحيا هذه العظام؟ احييها بروحك، هيا انهض شعبك وابدأ فيا أنا. هل تحيا هذه العظام بروحك، يا انهض شعبك وابدأ فيا أنا. هلا قدام الرب كده أقول له ابدأ فيا، ابدأ فيا أنا. ابدأ بحضورك، ابدأ بقوتك، لنا هذا الكنز في أوان خزفية، يكون فضل القوة لله لا منا، ويسكب يفتح يده فيشبع، يعطي بغناء، يعطي من راسه. يعطي الكل، فقط عليك ان انت تطلب وانت في محضر النهارده. اطلب، اطلبي، اطلب بكل ايمان. امن فقط، امن فقط، امن فقط. دايما اقول هذه العباره، اللي بيصدق في حاجه في روحه بيشوفها في ارض الواقع، وانت لو صدقت وصدقتي هتشوف بيتحقق قدام عينك في ارض الواقع. فقط امن، فقط امني، فقط ادرك كل الأمور في روحك، صدقها. يا سبب وجودي ليك سجودي، فادتني بدم صليبك فكت قيودي. يا سبب وجودي ليك سجودي، فادتني بدم صليبك فكت قيودي. وحدك فديه
حقك حرية، نلت في حبك براء وحياة أبدي. يلا نقول له دمك، دمك غطاني، برك كساني، حبك نجاني، ملأ قلبي كساني، حبك نجاني، ملأ قلبي أغاني، عايش في خيرك ولا هعبد غيرك، حاضر في حياتي وأيامي ومليني عبيرك، عايش في خيرك، قول له عايش في خيرك ولا هعبد، هللويا، حاضر في حياتي وأيامي ومليني عبيرك، ساكن في قلبي ملكك يا ربي، لا هتسيبني ولا هسيبك، وده عهدي أبدي. دمك غطاني، كساني، حبك نجاني، ملأ قلبي أغاني، دمك غطاني، كساني، ملأ قلبي أغاني، وملايكة قولوا في ربا وتوفى ترفع تسبيح، شاروبيم صاروفيم بجنحة ستة تهتف بمديح. يلا قولوا ملايكة قولوا، وملايكة قولوا في ربا وتوفى ترفع تسبيح، تهتف بمديح، قدوس قدوس رب الصباوت ملك الملوك، السماء والأرض بتعظم دم الذبيح، المجد والغنى، المجد والغنى والعظمة حوالي الكرسي، وتجان عظماء مطروحة عند قدمي، والكل بيهتف ويسبح ويقول قدوس، الحمد الراعي اللي نقشنا على كفين، العدو قد تم خرابه، والعدو قد تم خرابه، وبيته مهدوم ليس له سيادة، والرب الجالس فوق عرشه جعل له حدود، العدو قد تم خرابه وبيته مهدوم، والرب الجالس فوق عرشه جعل له حدود، وعديم القوة بقى قادر بالصليب يسوع. قول هيعمل ايه الوقت الجاي في اسم يسوع؟ يعمل اعمال سيده الغالب ويعدي صدود، المجد والغنى والعظمة حوالين كرسي، مطروحة عند قدمي، والكل بيهتف ويسبح ويقول قدوس، الحمل الراعي اللي نقشنا، ارفع ايدك وقول اعظمك وبارك اسمك، ليك المجد، ليك السجود، ليك الحمد. هللويا هللويا، تفضل استريح.
أشكر رب من أجل وقت العبادة والتسبيح. خلينا وإحنا بنقدم ذبيحة العطاء، الروح القدس هو شخص الله رهيب. الروح القدس لما يسكن جوه المؤمنين ويغير حياتهم بالكامل، يقود كل خطواتنا. الكتاب بيقول إنه ثمر الروح محبة وفرح وسلام. عشان كده وقت العبادة لما تلاقي نفسك فرحان، ده عمل وثمر الروح القدس. طيب لو انت قاعد زعلان، العيب مش في الروح القدس. احنا مرات كتيرة نحزن روح الله القدوس اللي ساكن فينا ونزعله، فالعيب فينا. لكن بنشكر رب، احنا ايام قليلة ونحتفل بيوم 50، يوم حلول الروح القدس. عشان كده خلينا ندي مجال للروح القدس جوانا يشتغل. عايز اقول لحضراتكم، الرب يسوع في انجيل يوحنا مره قال لانه خير لكم ان انطلق عشان يجي المعزي، ومره تانية قال لا اترككم يتامى. خير لكم، احد المفسرين قال انه الرب يسوع المسيح لما كان موجود بالجسد كان محدود معهم في منطقة زمنية معينة في مكان معين، لكن قصده خير لكم أن أنطلق عشان لما يسكن فيهم الروح القدس يتمموا الإرسالية العظمى. إزاي؟ يتحركوا للعالم كله. كل مؤمن ومؤمنة اختبرت الرب حملة حضور الله بسكن الروح القدس جواها. الرب يساعدنا. وخلي بالكم لما الرب يقول لا أترككم يتامى، انتوا عارفين الإنسان لما يفقد السند والعضد ليه. التلاميذ كانوا خايفين جدا، كانوا معتمدين ان الرب هو الملك اللي هيخلصهم من حاجات كتير أرضية. وده كان لسان حالة تلميذي عمواس لما قالوا كنا نرجو. لكن الرب لما قال لهم لا أترككم يتامى، عايزهم ينطلقوا ويتمموا الإرسالية. الروح القدس لما حل عليهم خدوا قوة، هو اللي شجعهم. وده نشوفه في بطرس الرسول لما في العظة بتاعته ربح 3000 نفس. روح القدس بيدي الشجاعة، بيدي القوة، بيدي الانطلاقة. والرب قال إن الروح القدس يبكت على خطية وعلى بر وعلى دينونة، وقال يذكركم بالحق كله ويرشدكم. فالروح القدس جوانا واحنا حاملين حضوره، هو بيقود خطواتنا في الطريق. بتقابلنا صعاب، بتقابلنا صعاب، بيقابلنا ألم، بيقابلنا ظروف صعبة، لكن تلاقي الروح القدس نبه روحك تتصرف ازاي ويقود خطاك. ربنا يبارك اخويا ماريو على وقت العبادة والتسبيح، والرب يستخدمه في كل مكان. خلينا نسكن قلوبنا، قولي له يا رب مشتاقة لسماع صوتك. إذا كنت جاي مرهق أو تعبان أو عندك أحمال، ثق إن الرب موجود. الرب موجود، الرب الإله اللي بنعبده موجود في وسطنا. عشان كده قل له رب افتح عيني عشان أشوفك، افتح ذهني يا رب عشان أدرك كل كلمة هتكلم قلبي بيها. تعال بالروح القدس يا رب، عايز أشعر يا رب بحضنك وبلمساتك يا رب. منتظرينك في هذه الفرصة، منتظرين صوتك لقلوبنا يا رب. بنحط ابنك وخادمك مهندس سامي غبريال بين إيديك يا رب، منتظرينك فيه قوة في الروح والجسد. اديله الكلام اللي عايز توصله لنا بالروح القدس. شجع قلوبنا، شجع قلوبنا وشجع نفوسنا يا رب. وصل حقك لينا بالروح القدس، ودي لكلمتك يا رب انها مش بس نسمع لكن تغير كل قلب فينا. بصلي من اجل اخواتي المسلين قدامك، ومن اجل كل حد يشوفنا على الشاشات. كلنا يا رب نعلن حاجتنا لشخصك
منتظرينك بقوة في وسطنا. يا رب بنصلي لأجل المرضى والمحتاجين واللي عندهم ظروف صعبة. بنصلي يا رب من أجل الناس اللي عندها قضايا وعندها احتياجات وأمور صعبة، لكن نثق إن مفيش حاجة صعبة ليك، والغير مستطاع عند الناس مستطاع لديك. أشكرك لأنك بتستجيب في المحبوب يسوع لك كل المجد. أمين. مبسوط أقدم خادم الرب الغالي مهندس سامي غبريال، بصلي بكلمة خاصة عند افتتاح الفم. تفضل. مساء الخير. الرب يبارك عمله في بلدنا وفي الاجتماع ويحفظ شعبنا المحتاج إليه، يحفظ كل النفوس الغالية على قلب الرب. عايز أقرأ أعداد من سفر أعمال الرسل أصحاح 17. أتمنى أن كلمة ربنا تحمل لينا كلنا رسالة. الرب بارك الترنيم وبارك الصلوات. أعمال الرسل أصحاح 17، أبدأ القراءة من عدد 22. وقف بولس في وسط أريوس باغوس وقال: أيها الرجال الأثينويون، أراكم من كل وجه كأنكم متدينون كثيراً، لأنني بينما كنت أجتاز وأنظر إلى معبوداتكم وجدت أيضا مذبحا مكتوبا عليه لإله مجهول، فالذي تتقونه وأنتم تجهلونه هذا أنا أنادي لكم به، لأنه الذي خلق الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه، هذا إذ هو رب السماء والأرض لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي ولا يخدم بأياد الناس، كأنه محتاج إلى شيء، إذ هو يعطي الجميع حياة ونفسا وكل شيء، وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على وجه على كل وجه الأرض، وحتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم، لكي يطلبوا الله لعلهم يتلمسونه فيجدوه، مع أنه عن كل واحد منا ليس بعيدا، لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد، كما قال بعض شعراءكم أيضا: لأننا أيضا ذريته، فإذ نحن ذرية الله لا ينبغي أن نظن أن اللاهوت شبيه بذهب أو فضة أو حجر نقش صناعة واختراع إنسان، فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل، يغض الطرف عن متغاضيا يسامح عن أزمنة الجهل، لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين، ناوي يعني أن يدين المسكونة بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات. ربنا يبارك كلمته الصالحة الصادقة. خلفية الأعداد اللي قريتها من أعمال 17، الرسول بولس وصل إلى مدينة تسالونيكي. مدينة تسالونيكي هي إحدى مدن مقاطعة مقدونيا اللي منها مدينة فيليبي في اليونان.
ولما راح هناك وتكلم عن الرب، الناس قبلوا الرب وتغيروا، وتغيروا تغيير حقيقي. ولما يحصل افتقاد للنفوس قامت الدنيا ولم تقعد. الناس لو حالها زي ما هو وظلوا في خطاياهم، الشيطان يظل ساكت وساكن. لكن لما حصل الأمر ده، الجماعة اليهود المتدينين المتزمتين قلبوا المدينة عليه، اضطر انه يغادر الى بلد تاني من عدد 10 اعمال 17:10 اسمها بيري. ولما سمعوا اليهود اللي في تسالونيكي ان هو راح هناك والرب عمل بيه عمل كبير، حركوا الناس عليه، فاضطر يمشي الى اليونان، الى العاصمة، الى أثينا. أثينا يقول عنها في عدد 16 هو كان منتظر الرسول بولس، كان ينتظر تيموثاوس وكده هناك، فكان بيتمشى في المدينة، مدينة حاضرة اليونان، العاصمة أثينا، مركز الثقافة الهيلينية، ثقافة اليونانية، روما مركز القوة والقانون، أثينا مركز الثقافة، وكل واحد عمل له إله هناك زي معرض للآلهة. هو بيتمشى هناك، الجماعة الفلاسفة كل واحد ليه مكان، وبيتكلموا عن الأمور الفلسفية. وصل لعدد 19 وقال إنه راح البقعة دي اللي اسمها أريوس باغوس، وابتدوا يستخفوا بالرسول بولس، يتريقوا عليه، إن أي واحد بيتكلم كلام صحيح عن الله ممكن يواجه بالشراسة والبغي من أعداء ربنا. وهو بيتمشى هناك في عدد 23 يقول إنه لقى في معبوداتهم مذبح مكتوب عليه بالأسف لإله مجهول، فاعتبر أن ده مدخل أنه يتكلم معاهم، وإحنا بنعتبرها مناسبة للحديث لأي إنسان عن هذا الإله الذي يتقيه الناس ولا يعرفونه، ويحاولون أن يقتربوا إليه بطرق مختلفة. أقال لهم أنا أنادي لكم به، وقال عنه بعض الحاجات. قال الإله اللي أنا بعبده بينادي به، وإحنا كمان بنعمل كده. قال هو اللي خلق العالم، لا يمكن أن العالم ده يتخلق بانفجار مفاجئ، يحصل الترتيب الهائل ده للمجرات والسدم والخلايا والكواكب. قال لابد أن يكون ليه خليقة عملها، الإنسان والحيوان والنبات والبحار، ونسبة الأكسجين ونسبة اليابسة إلى الماء، الحاجات الدقيقة ديت، والأرض تدور حوالين نفسها وفي نفس الوقت تدور حوالين نجم الشمس، والنجم ده موجود حواليه كواكب تانية، حاجات مظبوطة خالص، مش ممكن تتعمل بطريقة عشوائية. وبعدين بيقول لهم انه لا يمكن ان هذا الاله يخدم بالايادي، الاله ده هو اللي بيخدم الناس وهو اللي بيديهم حياة، لانه بيقول عنه يعطي الجميع حياة ونفسا وكل شيء. وبيتكلم عن الله الخالق وأخوة البشر، البشر كلهم أموات بالذنوب والخطايا، يقول عنهم في عدد 26 وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على وجه الأرض. يعني كل البشر من دم واحد، أولاد آدم وحواء، يلزم أن يكون هناك نوع
من الحب والمسؤولية والمشغولية بالآخر. أنا لا أعيش كمسيحي مؤمن وبعدي الطوفان، أنا متأكد في خلاص الله، لكن أسعى لكي أقدم ذات النور الذي حصلت عليه للآخر الذي يحتاج إلى الرب. يقول حتى ما بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم، اللي ساكن في اليونان واللي ساكن في أمريكا واللي ساكن في أسيوط واللي ساكن في شبرا، هو اللي رتب الحاجة دي، حتى ما بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم. إيه غرض ربنا؟ يظهر لنا حاجة في عدد 27 لما يقول لكي يطلبوا الله لعلهم يتلمسونه فيجدونه مع أنه عن كل واحد منا لسا بعيدا. يعني أنا أخاطب المشاهد الكريم وأقول له ربنا معاك في الأوضة اللي أنت فيها وأنت بتشاهد البث المباشر أو الإعادة بتاعته وأنت في مكان بعيد، أو الموجودين الأحباء اللي موجودين هنا، أنت الله بيهتم بيك، يعني أقرب إليك من الهواء اللي يملأ رئتيك، قريب جدا. يعني أنا مرات كتير أخاف أعمل إيدي كده أخبطه لأنه موجود. ويقول هنا هذه الكلمات المباركة، فإنه عن كل واحد منا ليس بعيدا، أقرب ليك من اللي جنبك وتقدر تطلبه فتجده. يقول لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد، أنا موجود لأنه هو أعطاني هذه الإمكانية، وأنت موجود في غرفتك وأنت موجود في مكانك، ربما تكون هارب أو متعرض لضيقات هذا حجمها، أو ممكن تكون في فراش المرض. وبعدين يقول الله خد من حاجة بيقولوها وما يصحش إن احنا نعتمد عليها في كل عظاتنا، كما قال بعض شعرائكم لأننا أيضا ذريته. هنا إن الله الخالق هو أبو كل البشر، لكن الأبوة الروحية موضوع تاني مرتبط بخلاص يسوع المسيح. وبعدين يقول إن اللاهوت لا يمكن أن يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي. مرات كثيرة إحنا بعض البشر يتعبدون إلى التماثيل أو ما شابه، وإذا أنت قلت له اللي بتعمله ده راجع نفسك فيه، لأن اللاهوت لا يسكن في ذهب أو فضة، فيقول لك لا أنا ده حاجة تذكار وما إلى ذلك. وبعدين وصل إلى قمة الإعلان في هذا العدد، عدد 30 و 31، وأنا شايف إن على قلب المتكلم رسالة مثقل بيها جدا في هذا المساء للنفوس الموجودة في هذا الاجتماع وكل من يشاهد هذا البرنامج اللي قنوات الكرمة بتجعله متاح قدام ناس مش ممكن تبقى موجودة معانا هنا، وده فضل من الله. في عدد 30 يقول فالله الآن، يترتب على ما سبق أن قدمه، فالله الآن لنا وللجميع اللي بيسمعه، فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا. ولو حصل كده يقول متغاضيا عن أزمنة الجهل، تغاضيا يعني يغض الطرف عن الجهل بتاع الناس. الناس عندها جهل بإيه؟ جهل بأمرين، شناعة الخطية وقداسة الله. نحن نجهل الله ونجهل قداسته ونجهل شناعة الخطية، نشرب الإثم كالماء. واللي بيسمع الرسالة دي يخلي باله من أنه لماذا الله يأمر. يقول هنا في عدد 31 لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل. مزمع يعني ناوي، للي ما ياخدش باله من النص في حيث اللغة، ناوي، ربنا ناوي أنه يعمل إيه؟ يدين المسكونة بالعدل. الدينونة البشرية والمحاكمات فيها ابتدائي واستئناف ونقد، كوني أنا أشرع
في بلدي أو في البلاد الأخرى إن عندي استئناف، أنا موافق وبأعلن إن احتمال أظلمك في الابتدائي. وإذا قلت إن في كمان في التقاضي حاجة اسمها النقد، يبقى معناها إن أنا موافق ومصادق على إنه احتمال يبقى الاستئناف في ظلم. القانون الوضعي البشري فيه خطأ أو فيه احتمالات للمجاملات، لكن هنا يقول لأنه أقام يوما اسمه يوم الدينونة الرهيب محدش يعرفه. كل البشر مهما سمت أفكارهم ومهما كانت لهم العواطف الجياشة وأنهار الدموع في قلوبهم، ما يقدروش يحذرونا من موضوع الرهيب ده. أقام يوما هو فيه مزمع ناوي أن يدين المسكونة كل الأرض بالعدل. لماذا؟ لأنه أصدر قرار تشكيل المحكمة. مين هو جلالة صاحب الفخامة، صاحب الفضيلة، صاحب الكرامة والمجد؟ هنا يقول برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات. من هو هذا القاضي سيادة المستشار؟ قال عن نفسه: الآب لا يدين أحدا بل قد أعطى كل الدينون للابن. لماذا الابن يدين؟ رب يسوع المسيح، لأنه هو الذي مات ودفن وقام، هو الذي أعلن محبة الله، هو الذي مات على الصليب لأجلنا. هنا نرى مجموعة من الأفكار أريد أن أضعها تحت هذا العنوان للمشاهد الكريم والحضرات الأفاضل المحترمين في هذا الاجتماع. رسالة عنوانها أمر الله لجميع البشر. قولوا معايا: أمر الله لجميع البشر. قولوها مرتين ثلاثة، يلا. أمر الله لجميع البشر. يلا قولوا مرة تاني، كأنكم بتجاملوني ومش عايزين تقولوا. يلا ها، ما هو هذا الأمر؟ هنا يقول الله الآن يأمر، عدد 30. فالأمر ده صادر للجميع. أنا أفترض أن موجود في الاجتماع في القاعة في هذه الليلة، وموجود كمان بيشاهد بطريقة مفاجئة، أو ربما يحول البث يشوف حاجة تاني. لكن أنا أقول لك هذه رسالة مرسلة إلينا من الله. أنا لا أتمالك نفسي أمام هذا الأمر الرهيب الذي يتكلم عنه الله. أمر من مين؟ من صاحب الجلال. صاحب الجلال لما يصدر أمر من ملك أو محافظ أو قائد في الجيش أو البوليس، كله يعمل حساب. لكن هنا نرى أولا صاحب الأمر، يقول عنه الله، الله الآب، الله الابن، الله الروح القدس، إلهنا الواحد الذي نؤمن به ونعبده، الذي يقدم الكتاب المقدس في العهد القديم والعهد الجديد. هذا ليس شرك، لكنه هو الإعلان الكتابي الذي نحن نؤمن به. يقول الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد في ثلاثة أقانيم غير المتغير، وهو اللي بيحاصر الناس وهو اللي بيكلمهم. إذا أراد رئيس دولة أنه يصدر قرار أو يقول أمر ما، تلاقي الملك يرسل أو الرئيس يرسل مندوب عنه، يقول لك الممثل الشخصي، المندوب الشخصي للرئيس، له كل اعتبار في الأنظمة الرئاسية وفي النظام الملكي. ممكن جلالة الملك يبعث شخص اسمه نائب الملك أو الممثل الرسمي له. لكن لأن الأمر خطير للغاية أحبائي، الأمر خطير جدا، يتصل بأبدية البشر، يتصل بحقوق الله، يتصل بعدالة الله، يتصل بشناعة الخطية، برداءة الإنسان.
بمشكلة الخطية، المشكلة الرهيبة اللي احنا مش قادرين نستوعب تأثيرها. الله نفسه يقول أنا اللي أتكلم، أنا اللي أصدر الأمر، أنا اللي أتكلم. من روعة الإعلان ده إن الله هو الذي يتكلم، الله الآب، الله الإبن، الله الروح القدس هو الذي يتكلم. لماذا يا سيدي؟ يقول لأن أنا بحبكم. الحاجة الجميلة اللي تتهادى إلى قلبي في هذا المساء إن الله محبة، لأن دي طبيعته، وإن الله محبة لأن دي صفته ولأن ده شخصه. بعبارة موجزة جامعة قال الكتاب في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 4:8 وعدد 16 هذه الكلمات: لأن الله محبة. طبيعة المحبة هو يحتضنني أنا ولا ينفر مني، لا ينفر من خطاياي. ومحبته فاقت سمت، فاضت طمت، مقدارها عجيب. أنا أؤكد لكل شخص موجود ومن يستمع إلى هذه الرسالة إن الله بيحبك وانت واقع في الخطية وانت مستعبد للشر. ربما يكون من المشاهدين أو المستمعين واحد هارب من قضية قتل أو عايش في أحط الخطايا والآثام، أو اللي بيحبك ربنا برضه. إعلان الكتاب كده، لأنه هكذا أحب الله العالم. يوجد رجاء يا إخوتي، يوجد رجاء لأشر خاطئ، لأشر خاطئة، لأتعس إنسان يتردى بين أحضان الخطية والرزيلة. قلب الله مفتوح لي، الآب والابن والروح القدس. ليه أنت يا ربي جلالك أنت اللي بتنادي؟ أنت عندك وقت لينا؟ لهذه الكائنات اللي كتب عنها أشعياء كالجندب زي الصراصير، وإحنا مناش وضع ولا قيمة ولا اعتبار. سكانها، سكان هذا الكوكب كله، البشر كلهم ولا حاجة بالنسبة له، لكنه يحبنا وخطايانا ما تفصلناش عنه. وهذا لا يعني أنه يصادق على خطايانا، لكنه يدينا فرصة، يديني فرصة إن أنا النهاردة أجيله بثقة. وأنا مؤمن حقيقي أضنان التعب ومشاكلي فوق راسي ومش عارف أعمل حاجة، يجيلي ويقبلني ويقبلني ويغسلني وينقعني ويشطفني ويطهرني، وأخرج من قدامه خليقة جديدة. لو حد فقد حد من حبايبه، لو حد ظروفه المادية قاسية، لو حد بيشاهد من فراش المرض أو من غرفة العناية المركزة، لو حد اتقفلت قدامه كل الأبواب والطرق، الله بيحبك، الله بيحبني. الحاجة التانية، لأنه ليه يا رب أنت نفسك اللي بتتكلم وبتأمر؟ قال لأن أنا واحد اللي عارف يعني إيه دينونة، وعارف يعني إيه جهنم، لأنه أقام يوما هو فيه مزمع ناوي أن يدين. المحدش هيهرب، محدش هيفلت. يعني بعض الناس يقول لك ان مفيش ربنا، هو كونك تحط عصابة على عينيك ده معناه انه مفيش شمس؟ طبعا لو حطيت عصابة فوق عينيك وتقول مفيش شمس انت مخطئ ومخدوع. كونك بسهولة كده تقول مفيش ربنا، دي انت ما عملتش حاجة. حتى زمان قالوا في صفانيا 1 وفي حزقيال 8: الرب لا يحسن ولا يسيء، الرب لا يرانا وقد ترك الأرض. وفي مزمور 14 يقول: قال الجاهل في قلبه ليس إله. أنت عملت يعني اللي ما يتعملش إنك تقول ما فيش ربنا؟ لكن اسمع، أنا لو قدرت أمسكك من كتافك وأقول لك صدقني يوجد إله، وهذا الإله أقام يوما هو فيه مزمع ناوي أن يدين المسكونة بالعدل. في دينونة، ما فيش لعب وما فيش مجاملات وما فيش نقد ولا إبرام ولا استئناف ولا شفاعة لأحد. اوعى تتخدع، ما فيش حد هينفع حد في اليوم ده إلا الاحتماء في حمل الله الوحيد الرب يسوع المسيح، اللي مكتوب عنه: له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. لو صدر الحكم ضدك مش هتلقى منفذ ولا أمل ولا رجاء. صاحب الأمر، عدد 30، الله. نمرة 2، صيغة
الإعلان يقول أمر، يأمر، الصيغة هنا أمر. أنا لو بعد الاجتماع شاورت على واحدة من الأخوات أو واحد من الإخوة قلت له اعمل الموضوع الفلاني ده يزعل مني طول عمره. فكرة الأمر أمر موضوع يعني غير مقبول عند الناس، يقول لك أنت عايز حاجة قول أتوسل إليك ألتمس منكم، خليك يعني جنتل في الكلام بتاعك. لكن الله يصدر أمرا باعتباره هو صاحب الجلال، باعتباره هو الملك الأزلي الأبدي الخالق الذي يملك كل شيء ويعرف خطورة الموقف، يأمر وهو يعرف، وهو يعرف أنه النتائج وخيمة لو الناس ما انتبهتش. صيغة النداء أمر ده موضوع، أو صيغة الكلام أمر ده موضوع ما يزعلش. ليه ما يزعلش؟ احنا بنمارسه في حياتنا العادية. بلادنا المحبوبة فيها مزلقانات للقطار، عندنا خطوط السكة الحديد كتيرة خالص في بلادنا. تبص تلقى عند المزلقان المنطقة اللي فيها عبور للمرة أو السيارات، تلقى مداد ينزل كده قبل ما القطر يجي يمنع الناس المتهورين وأصحاب السيارات وغيره. وبعدين تلقى جرس متقطع علشان اللي بيسمع وما يشوفش، وتلقى لمبة بتنور أحمر وتطفي علشان اللي بيشوف وما يسمعش، وتلقى شرطة السكة الحديد توقف راجل مسؤول ويبقى فطن ويقظ جدا عشان يمنع الناس. دي حاجة تضايق بصراحة. ليه بتتحكموا في حرياتنا؟ أنا لو سبتلك الحرية أنت هتعبر المزلقان. قطار بيمر بسرعة 140 كيلو متر في الساعة، ما عرفش يعمل فيك إيه. الأمر هنا لصالح الإنسان. مثلا خطوط الكهرباء اللي بتمشي في من بلادنا من أسوان والسد العالي لحد شمال الدلتا، الأبراج العالية اللي معمولة من الحديد ديت وعليها التيار، فرق الجهد في البيت 220 فولت. لو واحد لمس سلك عريان يموت، مش يتكهرب، يموت. لكن دي مثلا 20,000 فولت، 20 كيلو فولت. لو الواحد قرب منه من غير الاحتياطات اللازمة للمهندس الصيانة أو العامل يتحول إلى كتلة من الفحم في لحظة. علشان كده يجيبوا في مرمى البصر مش ورق فلوسكاب A4 ومكتوب عليه بالفلو ماستر ولازقينه بالسلوتاب، لأنه احتمال مطر أو ريح شديدة تشيله. لكن يجيبوا صاج مجلفن ويرسموا عليه جمجمة وطالع منها 4 عظمات من الجمجمة ومكتوب تحتها خطر الموت. انتوا مش خايفين على الناس عشان ما تتضايق منكم والمنظر ده يضايقها؟ قال لا ما خافش. ويثبتها بريفيتس، برشام حديد محدش يقدر يحركه. وفي مرمى بصر الإنسان من 160 ل 170 متر سنتي بحيث أن يشوفها. لأن أنت لو حصل بعيد الشر وموت يبقى محدش قال لك، الناس دي تتحاسب. الله بيعمل 1000 حساب لأنك أنت كائن أبدي، كائن محبوب من الله، فخايف عليه. ما تروح عند صيدلي وتلقى عنده في المعمل زجاجة كبيرة كده متغطية وعليها سام جدا، واحد يعتبرها برمنجنات فضة، واحد يعتبرها الكحول، ويشربها يموت. فلا بد أن يكون هناك في بعض أمور الحياة أوامر. والأمر ده لما يقوله الكبير هو حر، لأنه بيحبنا ولأنه قادر ولأنه عارف الدينونة وعارف أن جهنم حقيقة. لغة الأمر، لغة النداء أمر. المعنيين بالنداء، أنا قلت أمر الله لجميع البشر، يعني علشان محدش بس يقول إنه الكلام ده للي موجودين في القاعة، مع كل التقدير يعني حضراتكم كلكم ليكم كل التقدير. بعض الناس يقول لك القديسين الناس العظام، أنا أعتقد إن أي اجتماع حول العالم في 5 مجموعات من الناس، ولو في بث تلفزيوني من نعمة ربنا على الناس انه اوجد حاجة زي كده توصل للناس في بيوتها، دي حاجة شديدة الروعة، حاجة عظيمة جدا. وده يبين اننا في ايام اخيرة. مين الموجود في الاجتماع هنا مؤمن روحي ومؤمن جسدي وانسان نفساني وخاطي متدين وخاطي فاجر؟ هنا موجود في الاجتماع ربنا يقول له انا قلب عليك،
قلبي على المؤمن الروح انه يتغير يبقى افضل ويتشجع. وربنا يقول كمان انا بحب المؤمن الجسدي اللي قال عنه في كورنثوس الاولى 3:1 لما استطع ان اكلمكم كروحيين بل كجسديين كاطفال في المسيح. دول اصحاب مشاكل ومليين الدنيا، مليين الكنائس حول العالم، دول ممكن يتغيروا. وفي رسالة يهوذا وهي من أصحاح 1 فقط عدد 19 يقول نفسانيون لا روح لهم، دول عايزين بس الناس تمدح فيهم، عندهم كبرية مريرة وعمالة يبقوا موجودين في الاجتماعات والكنائس، عايزين نستحيل فيهم. وكمان في خطاط متدينين رايحين جايين وما تغيروش لحد دلوقتي، أنا ببكي لأجلهم ليل نهار. وفي قديسين هنا في الاجتماع ده متأثرين جدا ان حضرتك رايحة جاي وحضرتك رايح جاي وقلبك زي ما هو، لم تنله نعمة التغيير. الله بيأمر. كمان في خطاط فجار، مرة عملت بحث في دماغي الناس ممكن تحضر، واحد جاي يشوف عروسة، واحد جاي يقابل واحد، واحد جاي يقدم فلوس لواحد، واحد جاي علشان واحد هيشغله، واحد جاي، لقيت حوالي 20 هدف لناس ممكن تحضر اجتماع زي دوت الرب عايز يحل عليهم. بالإضافة لكده وانت في مكانك ياللي بتشوف، انت عارف نفسك وانت عارفة نفسك، يمكن تكون مش قادر تقول يا رب، يمكن مش قادر تقول ارحمني، يمكن مش قادر تقول اقبلني. الرب بيخاطب الكل. إذن الكلام لمين يا جماعة؟ قولوا الله الآن يأمر. قولوا الآية، جميع الناس في كل مكان، هو يقصد كل البشر، كل البشر اللي خلقهم، كل البشر مهما كانت العقيدة والديانة ومهما كانت الطائفة والكنيسة. بعض الكنائس تقول لك ما تسمعش الكلام ده، وبعض الديانات تقول لك الكلام ده كذا، وبعض الناس تقول لك الكلام ده مش صح والكلام ده غلط. أقول لك بضمير صالح وبنفس راغبة في الخدمة الأمينة للرب إن أنت وأنا مقصودين بالكلام ده. لا تستثني نفسك، لا تستثني نفسك، أنت على موعد للقاء مع الرب هنا والآن. النهاردة، النهاردة يوم الأحد، يلا فكروا معايا دلوقتي الرب بينادي. أنا فرحان بجميع الناس، يعني رجال وسيدات، كبار وصغار، متعلمين وغير متعلمين، ناس مش لاقي شغل وناس لاقي شغل، مرضى وأصحاء، ناس في الامتحانات وناس في الجهاد والتعب والشغل، وناس في البيوت وناس في المستشفيات، جميع الناس، بتوع الكنائس اللي مليين الدنيا حول العالم، وبتوع الشوارع والشمامين، بتوع البرشام، بتوع الهروين، بتوع الخمرة، بتوع الأفلام الإباحية، اللي عايشين في أوحال الخطية والعلاقات الآثمة، جميع الناس. لكن حاجة جميلة جدا تبين ان الامر لجميع البشر، بيقول في كل مكان، يعني واحد في الاكوادور او في نيكاراغوا او في جزر هايتي او في الدومينيكان او في امريكا بولاياتها او في استراليا او في كندا او في دولة من دول اوروبا او في اسيوط او الاردن او لبنان، في كل مكان، او في شبرا، أنت معني بالنداء. الله يناديك أنت ويحبك ويسعى في إثرك. اوعى تقول أنا لا. أبسط قرية من قرى الصعيد، أبسط ضيعة من ضياع لبنان، ربما يشاهد على ضيق الأمور مواطن في قرية من قرى الأردن أو لبنان أو الصعيد، ربما يلتقط هذا البث واحد في مستشفى في غزة تحت العلاج، أو أي إنسان، أنت مدعو للقاء مع هذا الإله العظيم المحب اللي بيدور علينا كلنا. أراه يتمشى بين الصفوف ويلوح لنا بيمناه المثقوبة، يريد أن يغير القلوب لأنه يعرف الأبدية التي لا نعرفها، ويعرف الدينونة الرهيبة، ويعرف العقاب الأبدي. الخدام، خدام الرب، ما يقعد يقول لك انا عايل هم الدينونه ولا هم هنا، بعد الاجتماع بيمارس حياته العاديه،
لكن هذا الإله المحب الذي من محبته أرسل ابنه الوحيد وجاء متجسدا في صورة إنسان عاش في فلسطين من 2000 سنة وخدم الناس وختم الرحلة بالصليب. أي حب أعظم من هذا؟ أن يضع أحد نفسه لأجل أحبه. قولوا معايا: صاحب الأمر الله. 2، صيغة النداء أمر. أمر ما يزيقكش. لما أنا ألاقي واحد المكان اللي هو فيه بيحترق وبعدين أجي أقول له: إزيك يا حبيبي، أنا مش عايز أزعجه، يعني ما أنا مش عايز أخضك ولا حاجة. وألسنة اللهب قربت من التانك بتاع البنزين وهو في العربية بتاعته أو هي في المطبخ والأنبوبة أو مصدر الغاز الطبيعي سوف ينفجر والبيت كله يضيع. هذا أقول لها: مع إزيك وعاملة إيه وأمي يا حبيبتي، مفيش الكلام ده. يجب أن نسرع ونقول للناس ونعترض طريقهم إن العالم بعيدا عن المسيح مقبل على كارثة حقيقية وسوف لا ينفع الندم. قول: يا رب ارحمني. وانت بتسمع قبل ما خلص قول: يا رب اقبلني، انا عايز الحق بقطار النعمة قبل فوات الاوان. واليوم ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. واحد صاحب الامر، 2 الصيغة امر، 3 المعنيين. انا فرحان بيها اول عبارة دي، عشان كده قلت في العنوان: يأمر جميع البشر. بعض المسيحيين يقول لك: لا، الكلام للكل، لكل الناس، لكل الناس. بتوع الشوارع اللي عايشين في أوحال الخطية، اللي عايشين في حالة الانحطاط واللي قلوبهم مليانة بالحيرة والخراب، الرب بيدور عليهم. 4، مضمون الأمر. قولوا الآية مضمون. إيه المضمون بتاع الكلام اللي بيؤمر بيه ربنا؟ أن يذهبوا إلى الكنائس. هذا عبث، كلام ده ما جابش سيرته. أنهم يدفعوا فلوس تبرعات علشان الملاجئ وملاجئ الأيتام وعمل ربنا. قول اللي أنت عايز، قول حاجات كتيرة. بس عندما تحدد يحدد الوحي الكلمة روح الله القدوس، يكتب لوقا ما قاله الرسول بولس في آتينا: أن يتوبوا. قولوا معايا إيه هو مضمون الأمر الإلهي؟ يعمل إيه؟ عايز إيه يا رب أعمل إيه؟ قولوا: أن يتوبوا. أن نتوب. وما هي التوبة؟ التوبة هي شعور وإحساس عميق بالحزن على الخطية والندم، شعور عميق بالحزن والندم على الخطية، والاعتراف بها أمام الله، لاعتراف المذل للنفس في نور قداسة الله وحسب مقاييس كلمته. يعني أنا شفت أولاد وبنات في بعض المؤتمرات قاعد وحاطط رجله: صلوا يا حبايب، اعملوا معروف، أنا أخذ فرصة صلاة. حاضر، رجل على رجله بيمضغ لبانة وبتمضغ لبانة وبتحكي مع التانية اللي جنبها: يا رب لو حبيت تقبل توبتي بأزي ولايك. دي بتتوب يا ناس، بالتوب. في فنانين بيألفوا وعملوا أغاني اسمها التوبة. بالجيل بتاعنا إحنا الناس الكبار في فنانين عملوا ده تاب. الراجل اللي بيتسلق الماسورة الأربعة بوصة دية بتاعت الصرف ومعلق المفاتيح يقول لك: يا رب اجعلها توبة. ده بيتوب حضرتك. اللي بيرص الحشيش على الفحم في الجوزة ولا الشيشة: يا رب اجعلها آخر ما. اللي بيجيب خمر علشان ليلة حمرة يقول لك: يا رب توبة بقى، توب علينا. من تسمع كلمة توب علينا دي، توب علينا. هذا عبث. عندما نأتي إلى الرب نأتي بانكسار: أنا آسف، أنا آسف. اتقال في لوقا 18 عن الراجل الخاطي: ارحمني اللهم. بص بعض الناس يقول لك: انت ما تزعلش قوي، انت يعني هي سجارة يعني، معلش، وانت ده انت كويس قوي، انت قريب. ولا قريب ولا حاجة، ولا حد زي الفل. ما فيش حد زي الفل. لو في حد زي الفل يبقى موتة المسيح على الصليب غلط.
لما تقولوا للناس انت زي الفل وانت زي الفل، دي خيبة كبيرة. الخاطي مش مريض ربنا هيشفيه، الخاطي ميت بالذنوب والخطايا. الخاطي المتدين مهما عمل، ما لو مليت مصر دي، لو مليتها مصحات علاج إدمان وعلاج وملاجئ أيتام، وعملت أكل للناس، وجبت بطاطين في الشتاء وكسطور، ووزعت كل المواد التموينية على الناس، وصرفت اللي تقدر تصرفه، تقول بالملايين أو المليارات، ربنا يعوضك ماديا على اللي اديته، لأنه لا يبيت مديون لأحد. لكن لو لم تتوب عن خطاياك توبة حقيقية من قلبك، هتتحرق بنار جهنم إلى أبد الآبدين. محدش يزعل مني، لكن ده إعلان حق الله، لأن عشت له أكتر من 56 سنة ليل نهار. يدي لك حقك، لكن ما عنديش. الخاطي ميت. هذه هي رسالة الإنجيل، هذا هو عمل يسوع المسيح. جه علشان الخاطي يعرف انه ميت، ومحدش ينفع معانا غير المسيح. المسيح وكفى، لا قبل ولا بعد، المسيح وحده ان يتوبوا. انا محقوق لك. مين يتوب؟ المؤمنين. المؤمنين يتوبوا. اما ليه؟ في بعض الناس يقول لك الحمد لله، ده بيتكلم عن الخطاة لا عن المؤمنين. اتعب يا ابني وهات من فضلك يا حبيبي. رسالة سفر الرؤيا، رسالة المسيح من المجد في أصحاح 2 عدد 2، بص الكلام الجميل اللي بيقوله. الله الابن بيخاطب من المجد في الرؤيا، في رؤيا 2 من عدد 2، لملاك كنيسة أفسس إحدى مدن آسيا الصغرى اللي هي تركيا، يقول له أنا عارف. مين يعد معايا على أيدي؟ عدوا معايا. أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك، وأنك لا تقدر أن تحتمل الأشرار. 4، نمرة 5، وقد جربت القائلين أنهم رسل وليسوا رسلا فوجدتهم كاذبين. العدد اللي بعده، وقد احتملت 6 ولك صبر 7 وتعبت من أجل اسمي. 8 و9 لم تكل، ما تعبتش ابدا. بص، كل ده كلام رئيس الكهنه اللي بيطبطب على الناس والقاده والخدام. بس بص يقول له ايه بعديها، لكن عندي عليك. قوله معايا، انك تركت محبتك الاولى. قول اللي بعديها، فاذكر من اين سقطت. قائد ساقط، قادة ساقطون. نحتاج أن نرجع إلى الرب. أنا أتحد نفسي معاهم. المؤمن يتوب، وإلا فإني آتيك عن قريب، جايلك أنا بالبتاعة دي بالعصاية، وأزحزح منارتك من مكاني. هقوله تاني، إن لم تتوب. المؤمن يتوب والخاطي يتوب. مش هرجع تاني. والتوبة يجب أن تمس وتتعامل مع كل قوى النفس، الفكر والعاطفة والإرادة، الفكر والعاطفة والإرادة، وأن تتعامل مع رد المسلوب. أنا عملت مصيبة سودة، أرد الاعتبار للي أسئت إليه. ظلمت حد، خدت حاجة، أقول أنا تبت وبقيت مؤمن. أيوة، بس تعالج الآثار التدميرية التي صنعتها بنفسك. أعمال تاني، أعمال 17-30، أن يتوبوا. واحد يقول أنا مش فاهم برضو، أذكركم بمعناها. بصوا عليا كده عشان أبسط واحد يبقى فاكر. أنا باصص الناحية دي أهي، أنظر الناحية دي، حيث الشيطان والشهوات والخطية والنجاسة. مين الناحية دي؟ حد واخد باله؟ الناحية دي مين؟ الرب يسوع والحياة المسيحية الطاهرة، صح؟
فأنا مستمر كده وبأتقدم في الطريق ده منجذبا إلى شهواتي وعاداتي تكميلا لرغبات القلب الشرير. إيه وجه الجريمة عندي هنا اللي هتحاسب عليه؟ إن أنا ببعد عن الحلو ده اللي جاي يدور عليا لحد النهاردة. كل يوم بيمر عليا وأنا مدي ظهري ليه منجذبا لشهواتي وعاداتي وخطاياي، ربنا بيتحملني بس بزداد بعد وبزداد فشل. وهذه التوبة الحقيقية التي أشرت إليها تستغرق 4 عمليات. 1، التوقف. أقف أيها المشاهد، أقف. قول يا رب أنا لازم أبطل البلا الأزرق اللي أنا بعمله ده. وبعدين التفكير، إدراك واعي. يقول الكتاب راجع إلى نفسه عن الابن الضال. بصوا التالتة بقى، التغيير. يعمل الحكاية دي مين بقى؟ أنا عملتها على جسمي، لكن المسيح يعملها على القلب من جوه. تلقى القلب اتغير، هو ده معنى تغيير الاتجاه. نمرة 4، ودي مرات كتيرة ما بياخدوش بالهم منها بعض الناس، التقدم في الطريق الجديد. أدي ظهري للخطية والعالم والشهوات والنجاسة وأعمل إيه؟ وابتدي أنمو في الطريق الجديد عن طريق وسائط النعمة، كلمة الله والصلاة وحضور الاجتماعات وكراهية الخطية وأعمال البر والاستناد على الروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب اللي يتعامل معايا. مين اللي يبين لي أن الخطية شنيعة والدينونة رهيبة والله قدوس؟ الروح القدس. مين شايف إيديا؟ بصوا على إيدي، أدي روحي الإنساني وأدي الروح القدس أهو يحاوطني بكلمتين. يوحنا 16:8 وأعمال 2:37 أهو الروح القدس ده مش بيتعامل مع المؤمنين بس، يتعامل مع الخطاة كمان ويتعامل مع المؤمنين. بص يعمل له ايه؟ ومتى ده اللي قالها المسيح، ومتى جاء ذاك لأرواحنا، مش عايزة لعب. ومتى جاء ذاك أي الروح القدس يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينون. هات أعمال 2:37 في عزة الرسول بطرس. بيقول ايه الرسول بطرس؟ وليس بأحد غيره الخلاص. يشاور لك على المخلص، وبعدين يدلنا أعمال 2:37 أهي قدامنا. لما سمعوا كلمة ربنا نخصوا في، أنا بصراحة اتضايقت من الوعظ ده، نخص ده نخص مش تقل دم، أنا متضايق من كذا كذا. بص، ولما سمعوا نخصوا في قلوبهم وقالوا لبطرس ولسائر الرسل ماذا نصنع؟ أيها الرجال الإخوة، الروح القدس بيطبطب عليك لكن كمان بيهز كتفيك ويقول لك اصرخ للرب دلوقت. اليوم إن سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم. وصلنا لنمرة 4 اللي هي التوبة، أعمال 17:30. طيب لو حبيبنا ده المسيح جه النهاردة، وأقول الحاجة اللي دمها تقيل، لو الحياة خلصت يروح فين؟ ما يروحش السماء. يا سلام، معقولة بعد ده كله؟ لأن يبقى بعد التوبة عمل حقيقي يجريه الروح القدس في قلوبنا اسمه إيه؟ الإيمان. الإيمان ليه بعدين، 1، الإيمان بشخص المسيح. يعني مش أي توبة تنفع، توب علينا يا رب ومش عارف، لا، الإيمان بشخص المسيح. يوحنا 3:36 دي اللي قالها الرب يسوع المسيح بنفسه، قولوا الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية. نفسي تقولوها دي كلكم، الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. اروها تاني هجبها لنا، يلا. الذي يؤمن، مين اللي قالها دي؟ الرب بنفسه، الرب بنفسه. عشان بس على عينك يا تاجر ومحدش يقول ما قالوا ليش،
تآمن بالمسيح يسوع ابن الله الحي. يعني لازم البتاعة دي هي كده، مش أنا اللي بقول هو كده، لا ده هو اللي بيقول هو كده، والكتاب العظيم ده بيقول كده. اقروها بقى بأعلى صوت يلا علشان اللي ما يشتري يتفرج، ها برضو ده أعلى صوت عندك وانتوا قاعدين لهنا، ها يلا قولوا: الذي يؤمن بالابن والذي لا يؤمن بالابن، قولوا لن توكيد ونفي، مش هيشوفها الحياة أبدية، لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. طب إيه السكة لينا؟ الإيمان بعمل المسيح، أهي الإيمان بعمله الكامل الكافي على الصليب. شايفين المنظر ده؟ أعمال الرسل أصحاح 4:12، هي دي رسالة الإنجيل. الرسل كانوا يقولوا الكلام ده، الرسل يقدموا رسالة الإنجيل، مش أنت كويس وأنت زي الفل، لا أنا ميت بالذنوب والخطايا. وهنا بيقول، يلا نقراها دي بأعلى صوت ونصلي مع بعض، يلا. ده مين اللي قالها دي؟ عمنا الرسول بطرس قدام اليهود اللي صلبوا المسيح في نفس الأسبوع، وقام بص: ليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي. شوف الراجل الصياد المتعلم من الروح القدس، عارف ان البشر هيحشروا أنوفهم ويقول لك احنا نقدر، بص يقول له ايه؟ ليس بأحد، لأنه ليس اسم آخر. تكرار للي بيحبوا يعرفوا، محدش يقدر يغير القلب غيره، محدش يقدر يخلص غيره، محدش يقدر يدي حياة أبدية ولا غفران خطايا ولا سما ولا ينجي من الدينونة ولا يشفي المرض ولا يدي الكرامة ولا يرفع الرأس ولا يفتح العينين ولا يرفع الظلمة ولا يعمر البيوت غيره، هو المسيح وحده هو اللي جاي النهاردة يسلم علينا ويطبطب علينا. انت جاي منحني مالكش حل غيره، اشبط فيه، اشبط فيه. واللي بيشاهدنا ايضا، محدش شايفك لكن الرب يسوع المسيح شايفك. الله يأمر جميع البشر، يبقى حضرتك منه وانت منه. يلا نصلي مع بعض. في حد يحب يقول اقبلني النهاردة؟ ده هقوله أفو ولا أقوله عدو ولا أقول حاجة خالص، وانتوا مرتاحين خالص، مش هقول أي حاجة، بس اهمس في آذان الحي غير المتغير، قول له: محدش سمعني غيرك. وانت في مكانك ما تقعدش تبص كده وكده، أنا صدقت كلمتك وعايزك ترحمني وتغيرني، وانت ليك دعوة شخصية من الله. يا ابني، يا حبيبي، يا بنتي، يا أخويا، اوعى تقول أنا ذنبي كبير واللي أنا عملته كتير. أنت على موعد للقاء معه هنا والآن، هو يناديك ويدعوك باسمك حيث أنت. محدش هينفعك في الزمان والأبدية يا بنتي، محدش ينفع معاك غيره. سوف تكشف الأبدية أصالة هذا الكلام. أرجوك لتسرع للحاق بقطار النعمة قبل فوات الأوان. نسلمك للرب من كل القلب يا رب همسات هذه النفوس الغالية غير المرئية لنا واللي موجودة في الاجتماع، صرخوا ليك وانت سمعهم وانت شايفهم: يا إله أرواح جميع بنو البشر، إلحق الناس لأن الموقف خطير يا رب.
وأنت تنادينا في هذا اليوم يا رب، اليوم النهاردة يا رب، لأنه مجيئك صار قريب على الأبواب، والموت بيحصد حوالينا آلاف مؤلفة كل يوم، فخلينا نلحق وننجو، لأنه مكتوب كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره. احزم الكل في حزمة الحياة الأبدية مع نفسك، ليك الكرامة وكل المجد. سلمتك سيدي نفسي والكيان، لك روحي جسدي، لك تنظم. سلمتك سيدي تكريس نفسي والكيان، لك روحي جسدي، لك تنظم فكري كلنا أمين أمين. تعال يا يسوع، طالت غربتنا، زادت أسواقنا، تكريس الأيام وتكريس الحياة الكامل. أشكرك ناس وصبوا في كنايسهم وانت غايب عنهم، وناس خدموا في كنايسهم تعلمهم وعلمهم، والروح بيضم يماتي في كنيستك من غيرهم، الروح بيضم يماتي في كنيستك من غيرهم، وناس عندان وحجارة ومنارة إيمانهم. يلا نقوم نصرخ مع بعض وعايزينك، يلا مع بعض كلنا وعايزينك، هللويا وحبينك، تيجي بلدنا تاني، تيجي بلدنا تاني، تيجي بيوتنا تاني، بالروح بإنجيلك
بالروح بأنجيلك. ناس كتير على اسمك وهم جاهلينك، وناس أكتر بالاسم لك وبتعبد غيرك. ناس كتير على اسمك وهم جاهلينك، وناس أكتر بالاسم لك وبتعبد غيرك. وناس تانين تشتاق لك تتمنى تجيلك، وناس تانين تشتاق لك تتمنى تجيلك. وناس هنا وعايشين لك وتموت ولا تهينك. وعايزين يلا امسك فيه. وحبينك اصرخ امين تعالى. وحبينك تيجي بلدنا تاني، تيجي بيوتنا تاني، تيجي بلدنا تاني، تيجي بيوتنا تاني. بالروح بانجيلك، بالروح بانجيلك. نشهد نشهد هنا عن اسمك وانت شاهد عنا، نحمل بفرح نيرك وانت اللي شايلنا. نشهد هنا عن اسمك وانت شاهد عنا، نحمل بفرح نيرك وانت اللي شايلنا. نخدم هنا في ولادك وبتخدم فينا، نخدم هنا في ولادك وبتخدم فينا. نحمي ايمان انجيلك وانت اللي حامينا. غنوا معايا يا شعب الرب، تعالوا نرنم لي. خلوا هتاف تسبحنا يدوي ويعلن نصرنا فيه. واليوم مجيء نكون شعب اللي مستنيه، ومعاه هناك في سماء نفضل نرنم لي. قلبي بيهتف للي فداني بدم على الصليب، روحي وعقلي ويا لساني عظموا أجل حبيب. بسجود وحمد وعود همجد اسمه وأعلي، وفي ليل زمان الغربة هيفضل قلبي رنم لي. غنوا معايا شعب الرب تعالوا نرنم لي. واليوم نجي نكون شعب اللي مستني، ومعاه هنا في سماء نفضل نرنم ليه. وسط الحرب ووقت الضيق أنا برفع قلبي إليه، وعده يثبت فيا إيماني خليني أهتف ليه. دي قيود سجون وجيوش حروب نكسرها بالتسبيح، لما بيعلى هتاف إيماننا مجدا للمسيح. غنوا معايا شعب الرب تعالوا نرنم، افرح بالرب ويعلن نصرنا فيه. واليوم نجيء نكون شعب اللي مستنيه، ومعاه هناك في سماء نفضل نرنم ليه. مجد الرب في وسط كنيسته بنعلنه بالتسبيح، وبأصوات الحمد بنهتف عنه اسم المسيح. رفعين صليب الرب ده احنا بدمه مفديين، غالبين جنود الشر باسمه دايما منتصرين. غنوا معايا شعب الرب تعالوا نرنم ليه. تسبحنا يدوي ويعلن نصرنا فيه. واليوم نجيء نكون شعب اللي مستنيه، ومعاه هناك في سماء نفضل نرنم ليه. قد فتح السماء لنا بالبركة أمر بعزنا، نسأل أمطاره فيجيبنا، نسأل أمطاره فيجيبنا. يقول يرى مجدي من آمن بي، وأجعل عليه من هيبتي. أغير الأوقات والأزمنة وأفتح، فمن يردني؟ يفتح وليس من يغلق، يأمر فيهرب أعداءه، وتقفز الجبال من أمامه، وتقفز الجبال من أمامه.
يسوع جعل جبهنا أصلب من كل أعدائنا أنجحنا فمن يعوقنا من مجد إلى مجد دوما يقودنا قد فتح سماء لنا بالبركة أمر بعزنا فيجيبنا نسأل أمطاره فيجيبنا هللويا 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 سبحوا الله في قدسه سبحوه في فلك قوته سبحوه سبحوه حسب قصر عظمته سبحوه سبحوه بصوت الصور سبحوه برباب وعود سبحوه بضف ورقص سبحوه بأوتار ومزمار سبحوه بسنوج التصويت سبحوه سبحوه بسنوج الهتاف كله نسمة فلتسبح الرب هللويا